من فضلكم لا تنسوا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. يحل فريق الترجي الرياضي التونسي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ضيفا ثاقبا على فريق الاتحاد الليبي في مباراة من المقرر لها أن تقام على ملعب البنغازي بمدينة البنغازي الليبية، وهي مباراة التي من المقرر أن تقام في إطار منافسة الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا من الموسم الجديد، وتذاع مباشرة على عدة قنوات رياضية المهتمة بالبث منافسات المنتخبين. لم يسبق لفريق الاتحاد الليبي أقاد من مدينة البنغازي وصل إلى منصة التتويج في دوري أبطال أفريقيا، إلى أنه هذا العام يأمل في تقريب المستويات الجيدة في البطولة الحالية بعد أن خاض دور التمهيدي في البطولة والتقى فيها مع الفريق الجنزبري وتمكن من تحقيق الفوز عليه في مباراة ذهابا وإيابا بنتيجة هدف مقابل لا شيء في كل مباراة منهم، ليتأهل بجدارة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم في إطار أحلام مشروعة بالوصول إلى أي من أدوار متقدمة هذا الموسم. أما فريق الترجي الرياضي التونسي القوي الذي يحتل المركز الرابع في قائمة أكثر الأندية تتويجا بدوري أبطال أفريقيا بعد كل من الأهلي المصري والزمالك المصري والتبي مازيمبي، حيث يمتلك فريق الترجي التونسي 4 بطولات ريادية في دوري أبطال أفريقيا في تاريخه، كان آخرها في الموسم عام 2018. وإن كان فريق الترجي قد تمكن من الوصول إلى مباراة نهائية 4 مرات أخرى في تاريخه دون التتويج بالبطولة، وبأقل فريق من التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم المرة الخامسة. نتمنى لكم أعزائي الكرام فرجة ممتعة، لا تنسوا الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم.